السلام عليكم. النهاردة هنعمل صوص البولونيزي أو الراجو بال زي ما بيقولوا الطلاينة بالطريقة طبعا الإيطالي. في كده تكتين لازم مهمين جدا ان احنا نعملهم. واحدة منهم ان احنا لازم نسيب الصوص على النار لمدة ساعتين ونص على نار هادية وياخد وقته عشان يستوي ويبقى ليه في كده consistency معينة ويبقى طعمه حلو. ده حاجة. تاني حاجة، في حاجة قبل ما نحط اللحم المفرومة أو قبل ما نحط الطماطم، حاجة مهمة جدا لازم نعملها. تعالوا معايا نشوف الفيديو عشان نعرف ايه المفروض نعمله عشان يطلع الصوص بالطريقة الإيطالية الصحيحة. يلا بينا نروح نشوف ازاي هنعمله. دلوقتي هنعمل صوص باللحمة المفرومة، دي نص كيلو لحمة مفرومة. بس قبل ما نعمله لازم نعمل حاجة في الصوص نفسها. هنحضر مجموعة من الخضار اللي هي الكرفس والجزر والبصلة، ودي حاجة مهمة جدا في الصوص ده عشان تخليه يبقى حلو وتخين ومدياله كمان طعم. وهنضيف على نص كيلو اللحمة جزرتين وكرفسيتين وتقريبا نص بصلاية. هبتدي اقطع الجزر يعني خرط وهزود عليه كمان الكرفس. الكرفس هحاول ان انا اشيل منه القشر عشان اوقات بيبقى مفتل فما يبقاش جوه في الصوص طعمه مش حلو، فهقشره وهقطعه برضو زي الجزر وهحطه مع الميكسر كله يتضرب مع بعض مع نص البصلاية. وهضربهم كلهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين لغاية ما يوصل للصوم كده. دلوقتي هولع النار وهحط كمية من الزيتون تقريبا معلقتين، وهخلط عليهم الخضار اللي هو الكرفس والجزر والبصل بعد ما فرمتهم في الميكسر، وهستمر في تقليبهم لغاية تقريبا ما يتحمروا مش اكتر من دقيقتين. وهزود عليهم اللحمة وأفضل يعني أخلط فيهم وأقلي فيهم عشان يندمج الخضار مع اللحمة. أنا هضطر أزود شوية زيت لأن اللحمة حمرة خالص ما فيهاش زيت، هو المفروض كنت حطيت زيت من الأول يعني زيادة بس ما جراش حاجة. هشوحها لغاية ما تستوي زي ما احنا شايفين، وبعدين دلوقتي وقت إن أنا أزود الطماطم. الطماطم دي انا اللي عاملاها فبالتالي يعني مركزة جدا، فلازم احط كتير. انا بس حطيت شوية مية في الازازة دي عشان يعني اطلع كل الطماطم اللي فيها، وبزود تاني طماطم. زي ما انتوا شايفين دي مركزة لان انا اللي عاملها في البيت. هبقى اعمل فيديو تاني لازاي نعمل صوص الطماطم في البيت ونخزنه بس في الموسم بتاعه في شهر اغسطس الجاي ان شاء الله. دلوقتي انا قلبتها، مش هحط اي ملح ولا اي حاجة، بس ههدي النار واوارب الغطا بتاعها واسيبها لمدة ساعتين ونص ممكن حتى تلاتة لغاية ما تستوي. وهنا بعد ما استوت اقدر ازود الملح والفلفل. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك عشان يجيلكم كل جديد من كارمن في إيطاليا.